طيب السؤال الرابع بالنسبة للآية قول الله: وأما بنعمة ربك فحدث. يعني ايه فإيه التفسير، أو يعني كيف نحدث بنعمة تحدث من يحبون لك الخير، تثني على الله: الله أكرمني بكذا. أما الحساد لا تحدثهم. لماذا لا تحدث الحساد؟ لأن يعقوب عليه السلام قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا. والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: إذا رأى أحدكم ما يحب، أي رؤيا يحبها، فليحدث بها من يحب. طيب السؤال التالي يا شيخ، أنا آسف على الإطالة، بالنسبة لصلاة الاستخارة، يعني في بعض الوقت أصلي. طبعا المسألة فقه متصل كثير ثاني، يعني فقه، يعني طيب السؤال الأخير، السؤال الأخير إن شاء الله. أسألك سؤال، أسألك سؤال: اتفضل. إذا واحد سألك أنت معك فلوس كم، تفصح له أو تسكت؟ لا أسكت. تسكت. طيب جزاك الله خير، سلام. تفضل، ما سؤالك الأخير؟